عندي هلأ الفحص الثاني للبروتين اللي هو البايوريت. هذا البايوريت ما بيشتغل عندي إلا بوجود الكالاين كونديشن اللي هو شو الـ MAOH اللي هو يعني وسط قاعدي، لحتى يعني هو هذا مفتاح التفاعل. هاي شغلة. الشغلة الثانية اللي هو أنا عندي البايوريت تيست، هذا بيكشف لي عن البيبتايد بوند. البيبتايد بوند هذول موجودين، مش أنا عندي البروتين عبارة عن سلسلة من الأمينو أسيد، سلسلة من الأحماض الأمينية، بين كل حمض أميني وحمض أميني عندي رابطة بتربط ويتميز فيها البروتين اللي هي البيبتايد بوند. فأنا وين ما عندي بروتين معناها أكيد في بيبتايد بوند بغض النظر عن شكله، وحيعطيني النتيجة بوزيتيف. فأنا عندي حاطة 5 تيوبس هون، هلأ بدي أحط فيهم هاي المواد وأضيف عليهم البايوريت والإن إيه أو إتش ما ننسى، ونشوف النتيجة. هلأ بعد ما ضفنا البايوريت وحطينا عليه الإن إيه أو إتش حنشوف. الأول كان الدستيلد ووتر زي ما أنتم شايفين نيجاتيف، الثاني اللي هو عندي الجلايسين، والجلايسين عبارة عن أمينو أسيد واحد، فأكيد ما في بيبتايد بوند فحيكون برضه نيجاتيف. وأنتوا زي ما أنتوا شايفين ما عنديش الديب فيوليت اللي هو البوزيتيف ريزلت، اللون تبع البوزيتيف ريزلت. والثالث اللي هو عندي الإيج ألبومين طلعوا لونه أسود، يعني أزرق على أسود تقريبا، فهذا بوزيتيف. وعندي الجيلاتين اللي هو عندي برضه هون عاطي اللون الأزرق الغامق، معناها هذا نتيجته بوزيتيف، وهيك احنا بكون خلص عنا التست.